بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف للرابع والعاشر من شهر مارس. متواجدون حاليا بالمركز البيداغوجي بولاية المنيعة، والمربية مربية متخصصة رئيس فرحات جمعة. مربية متخصصة رئيسي فرحات جمعة، تسلط الضوء على هذه الورشة. ورشة هذا الفوج ما قبل المدرسي، ورشة السيراميك والشمع، السيراميك والشمع والخرس، تقنية الخرس. يعني هذه من إبداعات هذا الشباب، لهذا الورشة، لهذا الفوش. وشحال يبغي الوقت يعني اللي ياخذوا باش يخدموا هذا؟ يعني الوقت اللي يخدموا يحتاجوا تقنية. هاي مسارها طول السنة، طول السنة. هي بوشني نبدا لهم بالتدرج من البسيط حتى الصعب. درجة درجة. وهذا الهدف من هذه التقنية هي تنمية الحركة الدقيقة، تنمية الخيال الإبداعي، تنمية روح الجماعة، تنمية القدرات الذهنية. ما شاء الله، مهم كامل هذه تخدم. صح، في اليوم الوطني لذوي الاحتياجات، واش حابة تقولي بالمناسبة هذه الفئة ولا سواء العائلات؟ والله نوجه كلامي للسلطات انها تهتم بهذه الفئه ما بعد المركز، لان كاين بزاف دراري يضيعوا ما بعد المركز. مادام الانسان يعني وصل للولاد يعني تمكن واحد التقنيات، احنا ماذا بينا للسلطات تاخذ بعين الاعتبار، يعني تساعدهم باش يزيدوا هما يطوروا هذا الابداع اللي عندهم. بارك الله فيك السيده، جزاك الله خير.